بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. أحكام المرأة في الصيام. الدرس 23. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حيا الله فضيلته. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذه مجموعة من الأسئلة حول الاعتكاف، وأولها: ما المقصود بالاعتكاف، وما أكثره وما أقله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. فمن الأعمال التي تفعل في شهر رمضان الاعتكاف، وإن كان الاعتكاف يفعل أيضا في غير رمضان لأنه عبادة لله عز وجل، فيفعل في أي وقت، ولكن فعله في رمضان أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف في اللغة هو المكث في المكان، وأما في الشرع فالاعتكاف هو اللبث في المسجد الذي تصلى فيه صلاة الجماعة من أجل عبادة الله عز وجل، والخلوة والتفرغ لعبادة الله عز وجل بالصلوات وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. هذا هو الاعتكاف المشروع. قال الله جل وعلا: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط، ثم صار يعتكف العشر الأواخر، وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو على ذلك، واعتكف أزواجه وصحابته من بعده. فالاعتكاف سنة مؤكدة ثابتة بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل العلم، لكن يشترط له أن يكون في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة لئلا يترك صلاة الجماعة، ويشترط فيه أن لا يقرب أهله بالجماع وهو معتكف. قال تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإن حصل منه جماع في الليل وهو معتكف بطل اعتكافه، وإن حصل منه اعتكاف في النهار وهو صائم بطل اعتكافه وبطل صومه. وكما ذكرنا يكون الاعتكاف في المساجد التي تصلى فيها الجماعة، أما الخلوة التي تقطع عن صلاة الجمعة والجماعة فهي خلوة مبتدعة ومحرمة. وقد ذكر لابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا يقوم الليل ويصوم النهار لكنه لا يشهد الجمعة والجماعة، فقال: هو في النار. ولذلك نص الفقهاء رحمهم الله على أنه يشترط الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، فلا يكون في غير مسجد، ولا يكون في مسجد مهجور لا تقام فيه صلاة الجماعة، ولا يكون الاعتكاف في مكان يصلي فيه الإنسان في البيت أو تصلي فيه المرأة في البيت، هذا لا يعد اعتكافا، لأن من شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد، وأن يكون هذا المسجد تقام فيه صلاة الجماعة. نعم. تقول لي ابنة خالة، لكن يشترط في ما تعتكف فيه المرأة أن يكون مصونا محصنا عن الرجال، أو عن أن يحصل عليها خوف من أحد يعتدي عليها. نعم. لأنها ستبيت، ولأنها ستمكث في هذا المكان. نعم. تقول لي ابنة خالة وهي في العادة تعتكف في بيتها، فهل فعلها صحيح؟ هذا لا يعد اعتكافا،
لأن من شروط الاعتكاف أن يكون في مسجد. قال الله جل وعلا: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. وهل يسوغ للمرأة الاعتكاف مع زوجها في المسجد؟ يسوغ لها أن تعتكف منفردة وأن تعتكف مع زوجها في المسجد، لكن لا يقربها زوجها. نعم. لو أرادت الاعتكاف لأيام ثم اعتكفت فحاضت ثم طهرت، هل لها أن تعود وتعد ذلك من ضمن الاعتكاف؟ إذا كانت حاضت في أثناء الاعتكاف فإنها تخرج من المسجد، فإذا طهرت وأرادت أن تعود إنها تعود إلى المسجد، لا سيما إذا كانت نذرت مدة معينة وأصابها الحيض قبل أن تكملها، فإنها إذا انتهى حيضها تعود وتكمل المدة. نعم. الحمد لله. أيضا هذه تقول: زوجي يعتكف في المسجد الحرام لمدة 10 أيام من آخر رمضان، فهل لي أن أزوره في معتكفه وأمكث معه مدة أحادثه وأجاذبه أطراف الحديث؟ نعم، يجوز للزوجة أن تزور زوجها المعتكف في المسجد وأن تحادثه، لأن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يزورنه وهو معتكف. نعم. تقول: يوصلني في بعض الأحيان ابني إلى زوجي في معتكفه ثم يعود، فهل لزوجي أن يعود بي إذا خرجت من المسجد؟ نعم، يجوز لزوجها المعتكف أن يخرج معها إلى أن يوصلها إلى بيتها حفاظا عليها. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع من زارته من زوجاته. نعم. أيضا هذه تقول: إذا كانت معتكفة وأمرها زوجها بالخروج من معتكفها فهل يلزمها طاعته، لا سيما وأنه هو الذي أذن لها؟ إذا كان أذن لها وهي قد نذرت الاعتكاف، إن كانت نذرت الاعتكاف إنه يكون واجبا. نعم. فإذا كان أذن لها فإنه يلزمه أن يتركها حتى تكمل، لأنه وجب عليها بإذنه، لأن الاعتكاف وجب عليها بالنذر الذي وقع بإذنه، فيلزمه الوفاء بذلك. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا هذه أسئلة حول يعني بعض أحوال المرضى. تقول: أنا في بداية حملي وأستفرغ في بعض الأحيان في نهار رمضان، فهل علي من شيء وما حكم صومي؟ الاستفراغ إذا كان يسمى القيء، إذا خرج من الإنسان بدون اختياره، يعني غلبه وخرج، فلا حرج عليه في ذلك وصيامه صحيح. أما إن تسبب هو في القيء خرج بسبب من الصائم فإنه يبطل صيامه. نعم. يقول: هل أخذ شيء من الدم للتحليل على شكل، سواء على شكل نقطة أو أكثر، هل يفطر الصائم بذلك؟ الدم اليسير إذا أخذ من الإنسان لا يفطر الصائم، إنما الذي يفطر الصائم ما يشبه الحجامة، فإذا خرج دم كثير، استخرج منه دم كثير بالسحب أو بالفصد، فإنه يفطر قياسا على الحجامة. نعم. يعني ضابطه إذا كان مثل دم الحجامة؟ هو ضابطه إذا كان كثيرا في العرف، في عرف نعم. متوسط الناس. نعم. نعم. تقول أيضا: هذه احتجت إلى إبرة لمرض ألم بي، فهل أفطر إذا أخذتها؟ الإبر تختلف، إذا كانت الإبرة مغذية فإنها تفطر الصائم، وإن نعم. كانت الإبرة في العضل فإنها لا تفطر الصائم لأنها تحت الجلد ولا تذهب مع العروق، وإن كانت الإبرة في الوريد فهذه محل خلاف بين العلماء، وتجنبها أحوط لأنها تذهب مع الدم وتنشط الإنسان أو تؤثر عليه، فتجنبها لا شك أنه أحوط. فالإبر إذن على 3 أنواع: الإبر المغذية هذه لا خلاف أنها تفطر الصائم لأنها تقوم مقام طعام والشراب. الثانية الإبر التي في العضل يعني أو تحت الجلد، فهذه لا تؤثر على الصيام لأنها لا تنفذ إلى الجوف. النوع الثالث الإبر التي في الوريد وهي غير مغذية، هذه محل خلاف بين العلماء والأرجح تجنبها. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ هذه الإجابات وجعلها في موازين أعمالكم. إخوتي المستمعين الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم
في موعد مقبل بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.